السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله عندنا روز أبيض، طريقة تقريبا يديروها الهنودة بزاف، بصح الطعم تاعها اللهم صل على الحبيب. بون، أول حاجة اللي هنايا نبدأ بها كما راكم تشوفوا عندي اللي هنايا زبدة، قيس زوج مغارف كبار تاع ماكلة، الروز غسلته مليح مليح وخليته استقطر، عندي اللي هنا شوية زعيترة، ملح، فلفل كحل، قرفة، غبرة، اللي ما عندوش ما يديرش الزعيترة، عندي بصلة مقطعة، سنة ثوم، نجمة الأرض، وعندي ثلاث حبات هيل وعود تاع قرفة. راني نأكد لكم اللي ما عندوش الزعيترة يستغنى عليها. لهنا نبداو على بركة الله، أي قدرة حبيتي طيبي فيها، أنا خيرت هذه صغيرة. نحط الزبدة تاعي تذوب، وما تخافوش من الزبدة، راكم تقولوا درت كوانتيتي كبيرة ولا تقريبا، نقولي أكثر من زوج مغارف تاع ماكلة معمرين مليح، لأن الروز يحب الزبدة بالبزاف، وذوك تشوفوا كي نولي نحمص فيه كشغل الروز يشرب لي كامل هذيك الزبدة. تبدأ الزبدة تاعي تذوب، نهبط عليها البصلة وهذيك السنة تاع الثوم. دوك تقولوا كيفاه الروز أبيض وسنة تاع ثوم، جربوها وردوا لي الخبر إن شاء الله. هبطنا الزبدة تاعنا حتى تذبال، يعني حتى تحبي ترجعيها مذبالة خلاص، تحبي تحمصيها حتى يولي اللون تاعها تقريبا رايح للأحمر. أنا اللي هنايا هاي الزبدة تاعي ذبلتها كامل، اللون تاعها راح تقريبا الأحمر مع ذيك السنة تاع الثوم، ونهبط عليها العبر تاع الروز. أنا ما نعبرش زوج عبارات ما بعبر تاع الروز، لا لا، أنا عيني هي ميزاني، بس أنا كي ندير الروز في القدرة نغطيه بالماء، ما نحبش نفهم العبر تاع الروز شحال. لهنا درت كونتيتي كبيره، الله يبارك، هاوليك شوفوا راه شرب كامل هذيك الزبده، ونبقى نقلب في الروز تاعي حتى تشوفيه ولا لك ترونسبارون. ومشي لازم يكون بسماتي، اي نوع تاع روز عندك غسليه مليح مليح وخليه يقطر حتى يولي ناشف باش ينجح لك الروز في الطياب. نبقى هكا نقلب فيه كيما راكي تشوفي حتى يولي لي ترونسبارون، مره مره نقلبه. والتوابل درتي القرفة، حبيتي الغبرة، حبيتي هي وزعيترة ما ديريهمش، ديجا كي دايرة عود تاع قرفة. نبقى هكا نقلب في الروز تاعي حتى يشرب لي كامل هذيك الزبدة. والزبدة قد ما حطيتي ما تخافيش منها، يعني راها هي حبيبة الروز. هكا ينهبط كامل هذوك التوابل كيما قلنا، عود تاع قرفة، ثلاث حبات تاع هيل، وحده نجمة الأرض ومليحة، وفلفل الكحل، وشوية قرفة تاع غبرة، وشوية زعيترة. مرقتهم بالماء كيما راكي شفتي الماء حتى نغطي الرز تاعي، ما نقولك حتى يفيض، ما نقولك كيما راكي تشوفي فيه، يعني كي راني نخلط الرز راه يبان ماشي مغموم. وأحسن حاجة أنك طيب الرز في قدرة ولا كسرونة ولا فاش ما طيبتيه يكون مغطاها زجاج باش ينجح لك 100%. أنا لهنا كي مرقتو غطيتو بالماء، خليتها حتى تغلي القدرة تاعي باش نغطيها. ونوصيكم الرز كي تغطي عليه ما تزيدش تحليه. لهنا كي غلالي الماء درت شوية على راس المغرف تاع قهوة كمون، اللي يحب ثاني الكمون يديرو يديرو، اللي ما يحبش يديرو ما يديروش. هي الاساسيه حبة الهيل ونجمه الارض والقرفه فلفل الكحل والملح. لهنا كي غلى لي الماء درت هذيك شويه برك تاع الكمون وغطيت عليه، ما حليتوش حتى شفتو نشف، يعني على النار كيما كي تشوفي قليله، راني يعني منقصت له قد ما نقدر. هاوليك الله يبارك، كل حبه وحدها، قولي راه حتى ل 20 دقيقه هاوليك الروز تاعي كيما كي تشوفي فيه، كل حبه وحدها والمذاق تاعو اللهم صل على الحبيب. ان شاء الله يا ربي هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، وتجربوه ويعجبكم. انا وليت ثانيك ضروري نطيبو يا لو كان زوج مرات في السمانه في الدار، هايليك، وتبقى لك كل حبه وحدها، تاكلوه بالصحه والهنا ان شاء الله، ويا ربي هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير، يعطيكم الصحه.